سو كريستيان توقفوا هناك. عفوا بالدور اذا سمحت. والله ما بقدر مستعجل. مو بس انت مستعجل، كلياتنا مستعجلين. طيب وقفي هون. لا انا ما بدي وقف غير بدوري. بدي اسالك سؤال، من وين جاي؟ ما بتصور هالشي بهمك. خير مدام، في شي؟ سلامتك، ما في شي. جواز سفرك لو سمحتي. تفضل. معقول انت الست حياة مرت الدكتور سامي الله يرحمه؟ اي نعم. جوزك يا مدام كان رفيقي من روح لروح ايام الدراسة الله يرحمه. بتريدي اي خدمة؟ انا ما بدي غير الدور يمشي مزبوط وكل واحد ياخد حقه. اذا هيك بسيطة. ارجع يا حباب ارجع. ارجع وبتوقف باخر الصف وقال له وقعتك بالطيارة اللي اجيت فيها. لو خلصني اتحرك. جاي لحالك مدام؟ لا مو لحالي، انا وولادي طارق وليلى وعلاء. ما شاء الله صاروا شباب الله يخلي لك اياهم. شكرا. وكم يوم رح تعدوا هون؟ رجعنا على البلد على طول. معقول؟ هتتركوا المانيا وتيجوا تعيشوا هون؟ هاي وصية المرحوم زوجي، ما بده اولاده يعيشوا برا حتى ما يخسروا وطنهم. هيك كان طول عمره الله يرحمه. اماني مدام، اذا بتريدي اي خدمة انا جاهز. شكرا، ما بدي غير سلامتك. مع السلامة مدام، موفق. مع السلامة عمو. ماما مين هاد اللي كان عم يحكي معك؟ ماما هاد كان رفيق بابا ايام الدراسة. ليش كان عم بيصرخ على الناس؟ مشان يوقفوا بالدور. وليش ماما بيوقفوا بالدور؟ هاي قصة طويلة، امشوا هلا. يلا تعا ماما تعا. معك شي عملي ادوات كهربائيه ممنوعات؟ لا ما معي. منين جاي حضرتك؟ من المانيا. هلا معقول تكوني جاي من المانيا وما جايبه معك شي؟ قلت لك ما معي شي. طيب افتحي لي الشنطه لو سمحتي. هي شنطة ايد لو سمحتي. تفضل ضبي شنطتك وتيسري. الله معك. يلا ماما. ماما ليش فتشوا شنطتينا؟ خافوا يكون فيهم شي. بس انتي قلتي له انك ما معك شي. مزبوط. لكن ليش ما صدقوكي؟ شو بيعرفني ماما؟ امشوا امشوا امشوا. تفضل. يعني شي ربع ساعة عمو. عمو ممكن تحطينا على شريط مسجلي؟ على عيني عمو. لا مين هالشريط بس؟ لا نانسي عجرم ولا هيفاء وهبي؟ لا عمو لا هي ولا هي. معقول يكون معكم هالشريط؟ صلي زمان ما سمعت هالنشيد. مين جاب لكم هالشريط هاد؟ بابا الله يرحمه كان يسمعنا اياه كل يوم. وانا حافظته كله. وأنا كمان. طب سمعوني يا بصوتكم لأشوف. يلا ماما غنوها انتو. واحد اثنين ثلاثة.
وطني حبيبي وطني الأكبر، يوم عن يوم عماله بيكبر، وطني وطني. الفجلي وهات ورقك اشوف. ليش تورقك اخي؟ شو عاملين احنا؟ لا تسأل ليش، هات ورقك والحقني. يا اخونا يا سيد، اعمل معروف بدنا نمشي. خليكي بالسيارة مدام ولا تتدخلي. شلون ما اتدخل؟ انت عم تضيع لنا وقتنا. ايه طولي بالك علينا شوي. يا اخ اعمل معروف خلينا نتيسر. مدام عم اقول لك استني، ليش بصلتك محروقه؟ هلا انتوا هيك بتستقبلوا اللي صار له 10 سنين غايب عن بلده؟ شو بتريدينا يعني نستقبلك؟ بالطبل والزمن؟ انا ما عم اقول لك استقبلني بالطبل والزمن. وها هي من شانك رح تتمم مخالفه سرعه، عجبك هيك؟ ايه بس الشوفير ما كان مسرع. لا ستي كان مسرع. شو انت بتعرفي اكثر مننا؟ سيب عمي. الشرطي ما كان يصدق انه الشوفير ما كان مسرع. لك عمو هدول ما بيسعدوا حدا. شو هالحكي يا ابو حسن؟ معقول اسكن انا وولادي ببيت اجره وبيتنا فيه مستاجر؟ صدقيني يا مرت اخي، عم حاول طالع المستاجر من البيت بس ما عم يرضى يطلع. ايه الحق عليك، نحن بالاساس ما طلبنا منك تاجير البيت. لا 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 تغلطي يا مرت أخي، أنا أخذت إذن من أخي الله يرحمه بتأجير البيت ووافق على الفكرة. أنت صادق؟ قلت إنك بدك تسكن معلمك الجديد بالشغل كم أسبوع على بين ما يلاقي بيت، وهي إله سنة وأربعة أشهر وما كان يطلع. بس بدك الصراحة، الزلمة عم يدفع الإجرة وما عم يقصر أبدا. يا أخي نحن ما بدنا الإجرة، يعني حدا بيكون عنده بيت سياح نياح وبيسكن بهيك بيت؟ يعني خدها أنت بالعقل. معك حق يا مرت أخي، بس طولي لي بالك شوي لبين ما لاقي بيت لمعلمي يعجبه، وساعتها منحل الموضوع من أساسه. يعجبه ولا ما يعجبه هي مو مشكلتي، أنا بدي البيت وبس، فهمت علي؟ بدي البيت. الله معك، مع السلامة. طارق افتح الباب. مرحبا. أكيد أنت طارق وأنت ليلى. لك شو؟ ما عرفتني؟ أنا خالو سمير، وهي بنت خالو. وين ماما؟ تفضل ليك جوا. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك باسم. لك أهلين حياة. لك أهلين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شبك يا أختي؟ كأنك مو على بعضك. في شي زعجة؟ لا ما في شي، بس مكركبة شوي مشان البيت والمستأجر. ايوه لا تأخذيني بهالكلمة، الحق عليكي انت، قلت لك خلي جوزك يعمل لي توكيل، ما رضيتي، قام راح وكل اخوه النصاب. هلا انا ما بيهمني مين وكل مين، المهم اني احصل على حقي وبس. ما شاء الله اولادك صاروا شباب يا ام طارق. شايفة؟ الايام عم تركض ركض وبدون ما نحس فيها. كيفك ولا ازعار؟ ماما شو يعني ازعار؟ ماما هاي كلمة ما لها معنى. يلا ماما حبيباتي روحوا لعبوا بأوضتكم. سمير الله يرضى عليك، لا بقى تحكي معهم هيك حكي. ليش شو حكيته؟ ما حكيتهم شي، كلمة عادية. صدقيني بكرة رح يتعلموا أفظع منا بمئة مرة. حياة أنا سمعت أنك رح تعيشي هون أنت والولاد، صحيح الكلام؟ أي صحيح. وشلون رح تعيشوا؟ جوزي الله يرحمه ترك لنا شوية مصاري، وأنا ناوية أفتح مكتب ترجمة. يعني مالك ناوية تتزوجي؟ لا أعوذ بالله، ما في شي من هاد بنوب. إيه بس لساتك صبية يا أم طارق، ما بيجوز تظلمي حالك. أولادي بحاجة إلي، ومو معقول أتجوز وأتركهم. كل الحق عليكي لك أختي،
صدقيني لو كنت بمحلك بعمري ما كنت رجعت لهالبلاد. ليش شبه البلاد؟ ما بها شيء. ليش شبه يعني؟ ليش من شو بتشكي؟ غدا انت كل سنه بتحرجينا وبتحبلي وبتاخذي اجازه بعزلين الشغل، بقى بصير هيك يعني؟ يو شو بدي اساوي لك استاذ يعني؟ ليش الشغله بايدي؟ يعني مو حاجتك اربع اولاد؟ اي والله حاجتك، هدول اربع اولاد يعني بياكلوا الاخضر واليابس. والله مزبوط يا استاذ سعيد، بس شو بدي اعمل؟ حماتي وجوزي بحبوا الاولاد كثير. يعني ما فيك تاجلي اجازتك شي اسبوعين لبين ما نخلص الشغل اللي بين ايدينا؟ اعوذ بالله، اسبوعين؟ شو بدك يعني اولاد هون بالصف؟ لا دخيلك، لا تولدي هون، اللي فينا بكفينا، وهي موافقة على الإجازة. تفضلي. يسلم ايديك استاذ سعيد. السنة الجاية لا تحبلي مدام، من هلا عم خبرك ها، عنا شغل كثير. مرحبا. اهلا وسهلا مدام. إذا ممكن بدي سجل اولادي عندكم هون بالمدرسة. هي على راسي. لحظة ستريدي، ولك شو هذا يا ابني؟ لك مين اللي فاجك هيك؟ ما حدا ضربه، وقع لحاله بدرس الرياضة. لحاله؟ ليش وين الأستاذ يا ابني؟ ما بعرف، عطانا الطابات وراح. راح؟ لوين راح؟ قال عنده اجتماع اليوم. ألو يا إبراهيم، لك وين هذا أستاذ الرياضة الجديد يا ابني؟ وين؟ عنده اجتماع بالرابطة؟ إذا هيك معذور. يلا بسيطة. يا أبو صلاح! يا زفت! خير أستاذ، بدك شي؟ لك ليش ما عم بترد؟ بصراحة أستاذ عم بيع شوية بطاطا، بس ولا يهمك، ما بقى إلا نفة. لك هلأ أنت هون بياع ولا أزن؟ مثل ما بدك أستاذ، ولا يهمك، بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نعيش أستاذ، 13 ولد وأمهم وين بدي يروح فيه؟ على كل الخط هذا الطالب على المستوصف، خليهن يعالجوه ويهتموا بأمره، بعدين وديه على بيته. ومين بده يبيع الأولاد أستاذ؟ أنا ببيعهم، شو رأيك؟ لا ولو، محشوم أستاذ، وأبو إبراهيم مو هون، مين بده يبيع الأولاد أستاذ؟ وأنا مشغول. لك راح يصفى دم الولد، ولك خلصني، بدك تاخذه على المستوصف ولا أرفع فيك عقوبة هلا؟ لا لا، شو عقوبة معقوبة؟ رح آخذه أستاذ، تعال. يلا خلصني. مدام أهلا وسهلا. قلت لي بدك تسجل أولادك عندنا بالمدرسة، مو هيك؟ إي نعم. يعطيك العافية أستاذ. طمني شو صار معك؟ مسكتهم؟ لا والله يا أستاذ، هربوا مني. طب ما عرفت لي شو أسمائهم؟ طبعا أستاذ، واحد اسمه هاني أبو رهف والثاني اسمه رهيف المصطفى. العام ما أوقعهم؟ هدول هربوا المرة الماضية، بتذكر هيك شي ما؟ معلوم، شلون ما بتذكر؟ ما بعتنا وراء أولياء أمورهم وما أجوا. أصبح أنا برأيي أحسن شي بنعمله نطلب من مديرية التربية ترفع سور شي متر تاني كمان، ومنحط فوقه أسلاك شائكي وبلور مكسر، شو رأيك؟ عين العقل يا أستاذ. تفضل روح على شغلك. حاضر استاذ. اسفين مدام، اسفين عمو، اخرتك انا اسف، بس مثل ما لك شايفه الشغل لفوق راسي. انا والله بدي اترك الاداره من زمان، ما بدي اياها بنوب، بس مدير التربيه مصر ومعند، قال مين بده يضبطها من بعدي لهالمدرسه. المهم قلتي لي بدك تسجل اولادك هون بالمدرسه، مو هيك؟ مزبوط. يعني ليش وين كانوا قبل هلا؟ كانوا بالمانيا. برافو، معناتها بيحكوا الماني منيح. أولادي مو بس بيعرفوا ألماني وبيعرفوا عربي بشكل ممتاز وحافظين شعر. عظيم ما شاء الله. بأنو صف كانوا؟ ليلى بالرابع وطارق بالسادس، ومعي وثائقهم كاملة. الله يخليهم يا مدام، بس نحن التعليم عندنا هون غير التعليم برا، ها لذلك بدنا نعمل لهم سبر معلومات وبعديها منقرر بأنو صف بدنا نحطهم. يعني بعد إذنك مدام بدي أسألك سؤال لو سمحتي. تفضل.
يعني ليش حضرتك اخترتي مدرستي هون لحتى تحطي أولادك فيها؟ لأن أقرب شيء على البيت اللي نحنا ساكنين فيه. هيك لكان. وأنا كمان بدي أسألك سؤال لو سمحت. اتفضلي. أهلا وسهلا. ليش بدك تعلي سور المدرسة وتحط أسلاك شائكة؟ بسيطة، لحتى الأولاد ما يهربوا. ليش حضرتك مدير مدرسة ولا مدير سجن؟ ماما تسمحي لنا نشوف التلفزيون؟ ليش صار الوقت؟ ايه صار ماما. ايه بس الله يرضى عليكم. ها بتشوفوا ساعة واحدة بس وبعدين بتفوتوا بتناموا. ماما بس رفيقي الجديد قال بيسرق التلفزيون مع أهله الساعة 12 بالليل. ورفيقتي هيك قالت كمان. ماما نحن ما دخلنا فيهم. البابا شو كان يقول؟ كان يقول الساعة 9 لازم الأولاد يناموا. ولهالسبب لازم الساعة 9 تناموا. حاضر ماما. فعدوانهم لا يزال يواصل اجتياحاته واعتقالاته للفلسطينيين التي طالت منهم أخيرا أكثر من 20 من مدينة غزة، في حين لا تزال مروحيات الاحتلال تمشي. ماما نحن العرب مو أكثر من اليهود. بحثا عن مزيد. بلا ماما نحن أكثر بكثير. طب ليش ساكتين لكان؟ خايفين منهم يعني؟ لا ماما نحن ما منخاف من حدا. طب لكان ليش ما مساعد فلسطينيين؟ أكيد رح نساعدهم ماما. أنت ماما انتو ليش ما بتتفرجوا على افلام كرتون؟ تفرجوا حبيباتي. ايه تفرجوا على الكرتون. بمجزرته في مخيم جنين التي اصبحت انقاضه شواهد يلا طارق لولو يلا ماما يلا بسرعة تعوا. اليوم أول يوم لكم بالمدرسة، بدي إياكم تكونوا شاطرين وحبابين. إيه يلا حبيباتي طعوا ماما يلا تسيك إيد أختك يلا ماما يلا. كما هدمت قوات الاحتلال 7 منازل فوق رؤوس أصحابها من النساء والأطفال، واعتقلت 11 شاباً، وقامت بتجريف أشجار الزيتون والحمضيات. وقد تفاوتت ردود الأفعال على ما حدث في ذلك. ماما مو قلتي أن العرب بدهم يساعدوا الفلسطينيين؟ إيه ماما أكيد رح يساعدوهم ورح يطلعوا مظاهرة كمان. إمتى ماما؟ عن قريب ماما عن قريب. فلك 10 أيام عم تقولين عن قريب. طريق مقطوع يا مدام. ليش شو في؟ في مظاهرة. مشان فلسطين؟ لا، مشان المباراة تبع مبارح. ليش شبه مباراة مبارح؟ إيه معقول ما دريتي؟ لا والله ما دريت. ليش شو صار؟ الحكم طلع ابن حرام وعطى فريق الصمود ضربة جزاء ظلما وعدوانا. طرد لاعبنا عنا كمان. شو هالحكي؟ ماله حق. أم فريقنا خسر بسببه. مو بس خسر، إيه طلع برات الكأس. بسيطة. خيره بغيره. شو بسيطة يا مدام؟ الكأس راح من إيدنا وتبهدلنا. هذا الحكم بده شنق. العمى شو إنه ما عنده لا وجدان ولا ضمير. معقول نطلع من المولد بلا حمص؟ إيه والله طلعنا بلا حمص يا مدام. وين الضامية؟ يا حكم. لك وين الذمة؟ يا حكم. وين الوجدان؟ يا حكم. خسرنا كثير؟ يا حكم. ما قلنا شيء؟ يا حكم. مو حستقيل؟ يا حكم. هذا أستر لك؟ يا حكم. يلعن أبوك؟ يا حكم. اللي ربوك؟ يا حكم. يلعن أبوك؟ يا حكم. اللي ربوك؟ يا حكم. ماما جوعانين كثير. يلا ماما غسلوا ايديكم وغيروا ثيابكم وتعوا على الغدا يلا. وين علاء؟ هلا بيجي ماما. شو هاد الشريط اللي بايدك؟ عرفتني يا شريط شيرين. اسمعي ماما احلى. أقول أنساك تراضيني أروح وياك للآخر عود الجهد ناسيني أقول أهواك تتكابل أقول أنساك
بس انت وياه شو هاد؟ ماما ليش سألتي؟ اكل لا تحافظين على الغايب. روحوا هلا غيروا ثيابكم غسلوا وتعوا بسرعه. شو حبيبي عجبتك المدرسة؟ لا ما عجبتني. ليش؟ لأن الأنسة خوفتنا كتير. شلون خوفتكن يعني؟ قالت لنا لا تحكوا، اللي بده يحكي بده تحبسوا بيت الفيران. وكمان قالت لنا اللي بيكذب الله بده يشوي بيعذبه بالنار. لا تخاف ماما حبيبي، لا تخاف حبيبي ولا يهمك. يلا تعا حبيبي. يا لعيني. البابا الله يرحمه جاب لنا اياه. الله يرحمه. بتصدقوا لي اكثر من 20 سنه ما سمعت هالنشيد. بقولك ليش ما بيحطوه بالتلفزيون يا مدام؟ بيظهر ما عندهم اياه. أو بجوز مسحوه وسجلوا فوق شريط شي خطبة سياسية معتة، ما بتعرفي. وقف هون لو سمحت. خير يا مدام، لسه ما وصلنا. شو أمرتي يا مدام؟ نكمل على المطار لما نرجع. ما بعرف شو بدي جاوب. يعطيك العافية بابا. الله يعافيكي. تفضل هي كاسة عصير باردة مشان تصحي راسك. ايه والله هي اصلا مواديات اجت بمحلها. وايديك يا رب. بابا ما مليت لحالك؟ ولا يهمك، عم بتسلى بالقراية. طيب شو رأيك شغل لك التلفزيون مشان تتسلى فيه شوي؟ لا بابا ما في ضرورة. طيب بابا إذا بدك مني شي ناديلي، أنا بأوضتي بدي رتب أغراضي. الله يعطيك العافية. مطولة أمك لتجي من السوق؟ قال بدها شي ساعتين. أصبع عدي قدامي حتى نحكي شوي. عدي. خير بابا في شي؟ اسمعيني منيح يا بنتي واستوعبي اللي رح قلك يا. أنا بأمرك بابا. أنتي هلأ مكتوب كتابك ومقبلة على حياة جديدة، وعرسك بعد 10 أيام، وكل النصايح اللي لازم تنقلك بهالمناسبة الحلوة تكفلت فيها أمك وقالت لك ياها وما قصرت المخلوقة، والله يديمها فوق راسك. بس أنا عندي يا بابا كم كلمة حابب قلك ياهن على هامش هذه المناسبة السعيدة. يا ريت يا بابا يا ريت، أنت مربيني وأمرك على راسي من فوق. دارين؟ الزواج مؤسسة أصحابها شركاء اثنين، وهالاثنين يا بيخلوها مؤسسة ناجحة يا فاشلة، وانت لازم تكوني بنت الأصل والأصول يلي بتحافظ على بيتها وولادها وكرامة جوزها وبتتحمله بالسراء وبالضراء. إن شاء الله بابا إن شاء الله. وأنا ما عندي إلك يا بنتي إلا نصيحة واحدة بس. شو هي بابا؟ بدي اياكي دائما السند القوي لجوزك، وتقدري وضعه دائما، وتعينيه على اللقمه الحلال. قيمي لكتاب شوفي تحته. هات. ايه شو مكتوب عليه؟ مكتوب عليه الاسكافي ابو نعيم. بابا مو هذا اللي كان مستاجر المحل الكبير تبعك بالمهاجرين؟ بلا هو. وانا كل سنه باخذ منه الاجراء وبحطه بهالظرف، ومن هالاجراء عم اسحب واصرف على اكلنا وشربنا وعيشتنا، والحمد لله رزقت هالمحل مباركه وساترتنا ومو ناقصنا شيء، لانه ابو نعيم الله يذكره بالخير رجال تعيب وادمي ورزقته حلال، وانا بحب ربيكن وعودكن دائما على اللقمه الحلال والرزق الحلال. الله يخلينا اياك وما يحرمنا منك. بقى يلي بدي اياه منك هلا انك توعديني تعيني جوزك على اللقمه الحلال وتكوني له ستر وغطى. توعديني بهالشي يا بنتي.
طبعا بابا ولو، الله يبعدنا عن الحرام يا حق. دارين انا ما بدي انصحك كتير، لانه النصح احيانا بيكون سئيل وبينزل بإذن الانسان مثل رصاص. ولو بابا شو عم تحكي انت؟ عم توصيني معقولة؟ انا رح قوم جيب لك قطعة جاتو لحتى تاكلها مع كاس العصير، ماشي؟ ما في مانع، جيبي. ايه ستي، كلهم بيقولوا هيك بالاول، بس لما بيتجوزوا بينسوا الرفقة والمدرسة والجامعة والذكريات الحلوة ويهيمونا بالحبيب الجديد. لا والله يا وعد، انا مو من هدول الجماعة اللي انت عم تحكي عنهم. قال يعني مالك طابسة بماجد لقرائيت أدانك؟ مو مسألة طابسة، يعني هو انا بحبه لماجد ما بقلكن لا، بس يعني مو هداك الحب القاتولي اللي بيقولوا عنه. وين ناويين تعملوا حفلة العرس؟ والله ما بعرف، لسه ما اعتمدوا. لسه ما اعتمدتوا؟ عرسكن صفية لتسعة ايام. تعرفي يا ريم سوسن وين عملت عرسها؟ منو هي سوسن؟ سوسن عبد الباقي اللي كانت معنا بالبكالوريا. تذكرتها، وين عملته؟ بقاعة الأحلام. شو ضربتها علاوية كتير رخانة؟ لكان حبيبتي العزلة الرز. مع إنه حالة عريسة على هوا ما فهمت عادية كتير، يعني مو إنه هالتاجر الكبير ولا مليونير، بالعكس ما عنده غير هالمحل تبع القماش بالصالحية. وليش ما عزمتنا؟ مو أنت كنتي عم تقولي ينسونا ويهيمونا بالحبيب الجديد؟ يخرب بيت قلبها، معقول تنسانا من أول يوم؟ الحق بإيدها، عزروها تاخدت المسكينة. فعلا، لأنه سوسن من طول عمرها ترطوعة. أي لا تظلموها للترطوعة، قصدي للمخلوقة، بجوز ما كان عندها بطاقات كتير. مزبوط مثل ما عم تقول نسرين، هذا الشيء أكيد، لأنه عزمت هبة ورشا وهمسة، بقى شو بدها توزع بطاقات لتوزع؟ هو لو قالت لنا وين ببيعوا البطاقات كنا اشترينا وفتنا بمصارينا وما بدنا من نيتها. مزبوط، وكنا قعدنا بالصف الأول وعلى البيست كمان. شو هي مسرحية؟ هو إذا أجيتوا للحقيقة الجواز كله على بعضه مسرحية، ما في كلام. كوميدية ولا تراجيدية؟ والله على هوا الأبطال. والله أنت باينتك بدك تعملية تراجيدية يا داري. وليش بقى؟ شو ليش؟ معقول لحد هلأ ما بتعرفوا بدك تعملي الحفلة؟ مو مش هالشي، بس ما بدنا نعرف لوين بدنا نبعث لك الولد في حال ما عزمتينا. ليه خلص ما تاكلوا هم، بهاليومين بنعتمدوا بقلكم. ايه بالله قديش هوني؟ 200 ليرة أساس. يا عيني تفضل، هي 200. بتريدوا شيء ثاني استاذ؟ لا سلامتك، شكرا. الله يسلمك استاذ، يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ ويخلينا اياك. شكرا، هذا لطفك. لطف منك استاذ. اهلا وسهلا فيك اكثر استاذ. اهلين وسهلين. ايه مع جيد وبعدين. ايه ايه صح ايه على عيني. تفضل حبيبنا، وهي 50 ليره. شكرا استاذ، شكرا كثير. الله يسلمك. لسه بتقول له اهلين هو بيقول لك الله يخليك وبعدين؟ لامتى يعني؟ صدقيني ما انتبهت للموضوع كله. وليش بقى؟ متاخد فيني مو هيك؟ بدك الصراحه في هيك شيء. هلا وين اعتمدت نعمل حفله العرس؟ والله فكري نعملها بصاله الافراح تبع كفر سوسه، شبه مو قايله شيء. لا حبيبي لا، شو كفر سوسه وما كفر سوسه؟ شو بدك العالم تحكي علينا؟ لكن وين فكرك نعملها؟ يعني انا يا ماجد فكري انه هيك مناسبه ما بتجي بالعمر غير مره واحده بس. طيب شو رايك نعملها باوتيل 5 نجوم؟ ولا انا ما بستاهل؟ مو شغلك ما بتستاهلي يا قلبي، لا مو هيك، بس انا برايي خفف مصاريفنا بالبدايه مشان نقدر نستمتع فيها بالنهايه. بالله شو يعني فكرك انه انا عم خليك تصرف مصاريف بلا طعمه؟ مو هيك لك يا قلبي، مو قصه مصاريف بلا طعمه، صدقيني مو هيك، مو هيك الاصل. لكن شو معناته كلامك؟ لك اذا بنت خالتي السمينه والبشعه واللي عريسه منتوفه على قد حاله وعمل لها حفله مطنطنه ضلت العالم تحكي فيها سنه بعد منها، بقى اذا بيرضيك انك تعمل فيني هيك مو مشكله، رح ضلني ساكته، انا ما رح افتح تمي بحرف واحد، عملي اللي بيريحك. يعني هلا زعلتي؟ لا ما زعلت، ليش لحتى ازعل؟ اطمني داري، طالما هالشي بسري ما رح اخليكي الا مسروره. إيه هيك ها؟ قلت لحالي مو معقولة تكسفني من بداية حياتنا. ايه كم شخص نويت تعزم على العرس؟ 150 شخص، ما بكفي 150 ولا كتار؟ 150 شخص؟ ايه هدول يا دوب يكفوا اهلي ورفقاتي وجيراني. هلا انت عم تمزح ولا عم تخفف دم؟ يا حبيبتي انا ما عم تخفف دمي، بس انا بصراحة رفيقتنا سوسن يا ماجد ليلة عرسها نسيت تعزم رفقاتها بالصف، يعني عزمت لها كم رفيقة بس. ومن يوميتها لهلا المخلوقة تجوزت ورح يصير عندها ولد والعالم عم تحكي بقصتها. طيب ماشي مثل ما بدك، برايك كم واحد نعزم؟ يعني مو اقل من 300 شخص. شو 300 شخص؟ ولي على قامتي؟ لك ليش ولي على قامتك؟ شو انا عم بعمل اللي ما بينعمل؟
ولا بدك يعني يصير مضحك بتم العالم ماجد؟ لا استغفر الله، انا بدي اياك تصيري مضحكه، بس لا تنسي انه اليوم انا دافع هداك المبلغ المرقوم لسفرنا لماليزيا، انا مالي اخذك على اللاذقيه. بعدين والله بياع المفروشات سطلني بالفاتوره اللي قدم لي اياها تبع فرش البيت. ايه هيك الاسعار بالسوق، شو بدك تساوي يعني؟ يعني مصره على 300 شخص؟ انا ما بصر ولا شيء، احلاني والله. يعني اذا انت شايف انه انا ما بستاهل مو مشكله، الموضوع راجع لك. على كل حال ماجد، صار لازم نمشي هلا لاني وعدت اهلي انه ما نتاخر. لك بكير دارين، خلينا قاعدة عم نحكي، لسه ما خلصنا. شو صار؟ معلش يا ماجد، ارجوك لو سمحت، يعني اذا انت كنت شايف انه انا صرت عبء عليك بطلباتي يلي هي من اساسيات فرحه البنت، فمو مشكله، اعمل اللي بيريحك وانا مالي زعلانه بنوب. لا حبيبتي، شو عبء علي؟ عيب تحكي هيك حكي، بس نحن عم نتناقش لحتى اعرف حالي شو بدي ساوي. شو 300 شخص؟ فليكن 300 شخص. تسلم لي حبيبي، انا كنت واثقه تماما انه ما رح يهون عليك بزعلي بنوب، ومشان هيك انا بدي اتنازل عن حقي بوجود مطرب بالعرس. يلا سيدي، وبلا مطرب بالعرس شو هالشغله يعني؟ مطرب؟ صدقيني يا دارين، مثل حملك ما شفت بنوب. يعني لابق لي؟ قومي وقفي لشوف. شو قومي وقفي وما قومي وقفي؟ قاعدين بالمطعم نحن مو بالبيت. لك قومي وقفي شوي، ما حدا رح يشتلك. قومي. يا ربي. شكرا، ما بدنا شيء يعني، قاعدين لسه بدنا نتغدى. اوكي على راحتك. شكرا. عجبك هيك؟ فكرنا رح نقوم نمشي قبل ما نحاسبه. شلون لقيتي لك اسمي؟ ما يبلا ان شاء الله. ايه داري، ما قلتي لي وشو بدي قلك؟ وين ناوية تلدي؟ والله ما بعرف، بس على الأغلب يعني يا بالمستشفى الفرنسي يا اما بدار الشفاء، ما بعرف. وليش عم تضحكي بقى؟ يعني كتير هالمستشفيات بتضحك؟ لك لا، بس بقصد يعني رح تولدي هون جوات البلد؟ ما فهمت عليكي. نعم. لك شو عم تحكي انتي؟ معقول؟ هلا معقول تروحي على امريكا بس لحتى تولدي؟ يعني ضاقت عليكي كل الاراني بالشام؟ شوف لقلك، لا تقعد تتمقلس علي، معني مقلسة عندك انا. يا بنت الناس، انا ما عم بتمقلس عليكي، بس مو معقول نطرق مشوار من هون لامريكا بس لحتى تولدي. بالله شو؟ يعني عامل حالك ما بتعرف ليش. شو اللي ماني عارفانه؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يو أمريكانه أو يو سويدانه من السويد يعني، أو يو سويرانه من سوريا بقصد. بقى لا تفوت معي بهز البدان ماجد، الناس كلها عم تعمل هيك، وكل وحدة حامل مثلي عم بدور براسها هذا الموال، لأنه معلومك حبيبي إذا أجا الولد هنيك بياخد الجنسية فورا. يا ستي وحصرا للجدل، لنفترض أني وافقت، منين بتجيب مصاري أنا؟ هلأ معقولة ما بيتدبر معك 15,000 دولار؟ شو 15,000 دولار؟ لك ايه ماجد، يعني هو مبلغ بسيط ببساطة بيتقلن. مين بدي يجيبون هدول 15,000 دولار؟ حوشهم من على الشجر يعني؟ ماجد أرجوك، أنا ما بحب التحكم والمقلسة، عم بحكي معك جد، جاوبني جد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا حبيبتي يا روحي، أنا منين بدي أجيب هالمبلغ؟ روح اسرق يعني. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ ليش أنا بهون علي أساسا إنك تسرق؟ إيه والله والله، بروح بولد تحت شجرة بالجنينة، ولا بخلي قرش الحرام يفوت علينا. يا ستي الله يبارك بأصلك، لأنه لو معي مو بس فكر بالموضوع وما بقصر كمان، بس من لي هالمبلغ الكبير يا حسرتي؟ أنا كل شي عندي بوتيك ملبوسات ودخله معروف بالأيام المنيحة والأيام الردية. طيب أنت، والله ما بعرف شو بدي إلك، يعني مالي حابة أتدخل وعلمك شو تساوي. لا يا ستي تدخلي وعلميني، ما راح أتحسس، مو مشكلة. فكري يعني إنك تطلب من أبوك يساعدك. أطلب من أبي يساعدني؟ إيه ليش لا؟ يعني بالنهاية هو أبوك، الله لا يفرق بيناتكم. يعني أنت برأيك؟ لك ليش لحتى ما تطلب منه؟ يا ماجي بالنهاية أبوك أحواله ميسورة وغني وماشي حاله، بعدين هو حب على قلبه إنك تطلب منه. بعدين هذا المبلغ بده يعطيك يا حبيبي من طرف الجيبة، يعني ما راح يكسره. والله ما بعرف، بس صدقيني مستكبرة شوي. لك إيه لا تستكبرة ولا شيء، الله يخلي لك يا ويطول لك بعمره يا حق. يلا اتصل فيه بالتليفون وخير البر عاجله. ألو، مرحبا بابا. الحمد لله، الله يخلينا إياك. بخير حبيبتي، إن شاء الله يسلم لي هالوش يا حق. يا أمريكية أنتي،
بكره لما بدك تكبري رح ترشحي حالك للكونغرس لكان بدنا نرفع راسنا فيكي وتدافعي عن العرب تقبري قلبي ان شاء الله على هالوش الحلو. اي غيح لولا وينك انتي هون؟ يلا امي الحلاوية صارت جاهزة. ايه يلا. ما تأخذيني تأخرت عليكي مثل ما بتعرفي يعني الكراوية مو طيبة إلا إذا انطبخت طازة. يسلموا إيديكي ليش ما أصبح حالك؟ ولو حبيبتي عذابك راحة يعني هي صحيح إجت متأخرة شوي وبعز الصيف وبعد ما صار البيبي عمره 6 شهور شو بدنا بالحكي بتضل الكراوية طيبة؟ والله طيبة بيقولوا كمان إنه بتضر الحليب فأنتي لازم تكتري منها. نادين حبيبتي أنتي ما عندك لفاية؟ لا والله ما عندي. معقول؟ معقول ما يكون عندك لفاية وانت عندك بيبي صغير؟ اصلا انت ما فيك تقيمي بكل شغل البيت لحالك. بتعرفيها لهبة بنت ابو نبيل التوتنجي؟ هبة بتعرفيها عندها لفايتين بالبيت. ايه عرفتها. داري دودو داري شبك حبيبتي؟ يعني ليش متسطحة؟ ليش قاعدة هون؟ شو خير مرضاني؟ ماني مرضاني. لكن شوفي ليش قاعدة لحالي؟ زعلانة شي؟ ماني زعلانة. معناتها عذبتك الصغيرة؟ ما عذبتني ولا شي. طب معناتها ليش قاعدة لحالي؟ شوفي يا الله ماجد شبك اليوم؟ متضايقة وحابة اقعد لحالي شوي ممنوع يعني؟ بعدين إذا بدك تاكل العشاء جاهز بالمطبخ. هلا تركيني من العشاء وقولي لي ليش كاني هالكنة؟ مالك بالعادة؟ تعبانة كتير وجسمي محطم. سلامتك يا قلبي بس من شو تعبانة؟ من شو يعني سيد ماجد؟ من شغل البيت طبعا من الطبخ والجلي والتنظيف والمسح والكناسة. يا ستي الله يعطيك العافية ويكون بعونك. بالله شو؟ وين بتنصرف هاي الله يعطيك العافية؟ ماجد أنا من تفتيحت عيوني وأنا عم بفعي فعي بهالبيت هات كله غير العناية بالصغيرة والمسح والكناسة والتعزيل والطبخ. لك لو كنت جبل كنت انهديت ماجد. اي والله يا روحي عم تتعبي معك حق وانا مقدر هالشي بس بكرة لما بتكبر البنت بتصيري بتنامي مزبوط وبترتاحي وما بتعودي بتفيقي بالليل. وامتى بده يصير هالشي؟ بعد ما يصير معي انهيار عصبي ورجفان اذيني وانقطاع بطيني؟ لا سلامتك شو هالحكي؟ فال الله ولا فالي. شوف ماجد انا مالي متعودة اشتغل هيك مثل الحمارة كل النهار بقى اذا بدك يعني امرض لي شي مرضة تقيلة خليك مطنشني هيك والله يسامحك. شلون يعني مطنشك؟ والله ما فهمت. يعني يا ماجد الناس الأغنياء ومتوسطين الحال والفقراء صار عندهم لفايات وخدامات ببيوتهم إلا نحنا وكأنه نحنا مو مفصيلة البشر. فهمت عليكي يعني أنت بدك خدامة. إيه طبعاً بدي خدامة لكن بدي رقاصة. طيب ومين بدي جيب خدامة؟ منين يعني من هالمكاتب؟ بدك خدامة أجنبية؟ حبيبي مثلي مثل هالناس. إيه منين بدي جيب لك 3000 دولار؟ يا الله منك يا ماجد هلا انا كل ما بطلب منك طلب بتجيب لي سيره المصاري شو بنا؟ اسمعوا يا جماعه اسمعوا على هالسيره هذا طلب من بيت امه بدون مصاري. يا ماجد يا حبيبي لا تنسى انه هذا الطلب من اهم كل الطلبات لانه بسلامه عرفك الخدامه بالبيت صارت من اولويات الحياه حبي. بس انا منين بدي اجيب لك مصاري؟ ايش وعد انا بعد عملي انا؟ يا ماجد يا حبيبي هلا انت ليش مدوش حالك كل هالقد؟ روق شوي. شلون بدي روق؟ شلون بدك ياني موضوج؟ 3000 دولار هدول مبلغ كتير كبير منين بدي جيبه يا جماعه؟ بدك ياني اسرق؟ اعوذ بالله شو تسرق وما تسرق؟ انا بجلاله قدري مستعده اشتغل لفايه بهالبيت ولا خليك تدخل عليه قرش حرام. لكن منين بدك ياني جيب المبلغ؟ هلا افهم علي حبيب قلبي ولا يطلع خلقك لانك مو حلو انت طالع خلقك. طيب هاتي لشوف تفضلي.
هلا مو لساته رفيقك جميل مسافر بالخليج؟ بلا. ومو لساته عم بيبعت لك مصاري مشان تكسي له بيته اللي بكفر سوسه؟ بلا عم يبعت. يعني انا شو عم بقول لحالي ماجد؟ ليش ما بتاخذ شوي من هالمصاري وبتفك حاجتك فيهم؟ وبس الله يرزقك حبيبي بترد له اياهم على اخر مليم وفوق منهم حبه مسك كمان. شو هالحكي يا دارين؟ لهون وصلت معك المواصيل؟ ولك بدك ياني حط ايدي على مصاري رجال ما مني عليهم؟ ماجد حبيبي لا تخلي عقلك جامد، انت بدك ترجع له اياهم اول ما بده يصير معك، بعدين قسما بالله العظيم اذا ما بترجع له اياهم لحتى ازعل منك، لانه انا ما بحب اتفشك الا على الحلال، بقى شو رايك حبيبي؟ والله ماني عارفه شو بدي اقول لك. خلص تركيني فكر. لك تسلم لقلبي شو بتحبني يا ماجد، قسما بالله يا ماجد، كان قلبي من جوا حاسسني انك رح توافق. يلا حبيبي قوم نتعشى، انا قايمة اغلي شاي لبين ما تغير اوعيك وتلحقني، ماشي؟ ما قلت لك معلمتك انت جاي؟ لا ما قلت. مرحبا ماجد. اهلين دارين. تاخرتي شوي ما هيك؟ شو بدي اعمل هلا لحتى خلصنا؟ شو كان فطوركم؟ كثير حلو بشهي، والله اشتهيتك يا ستي. وين فطرتوا؟ يعني نحن كنا متفقين نطلع على بلودان لحتى نعمل الفطور هنيك، بس بعدين اتفقنا انه نخليهم بالشام لانه اقرب. ايه احسن، وين يعني؟ بمطعم الملائكة الزرق بدمر. وان شاء الله كان طيب الاكل؟ ايه والله يا ماجد كثير كان طيب، كانوا عاملين بوفيه مفتوحة الله مولاها. وكان يعني كل شيء بتشتهي نفسك موجود بهالبوفيه، يعني هاي بوفيه للمنظر مو للأكل، يعني على كل درس لون. بصراحة ماجد كتير كان الفطور ناجح، يعني كان فيه بحترة وكرم زايد. صحة وهنا، وقديش طلعت الفاتورة؟ كل مرة بتدفعها واحدة من الشلة. ايه يعني قديش طلعت؟ ما بعرف، يعني هي صاحبة العزيمة هي المتكفلة بالموضوع. يا بنت الناس نحن ما اختلفنا مين بيدفع بس قديش طلعت الفاتورة؟ يعني بدك تقول 600 ليرة على الشخص، لأنه معلومك هي بوفيه مفتوحة أغلى من الأكلاكارت. يعني دفعتوا 24 ألف ليرة حق فطور بس؟ لا حبيبي، أنت الصادق 26 ألف ليرة مع البخشيش. يا بلاش والله. بقى حضر لي حالك حبيبي، ها المرة الجاية يعني مشان ما تقلي فاجأتيني. على شو بدي أحضر حالي؟ المرة الجاية دوري أنا، إجا دوري يعني، وحابة أعمل له فطور ملوكي ينحكى فيه حكي قدام الناس كلياتها، مشان يقولوا عننا إنه نحن أهل الكرم ومو بعيننا. وإن شاء الله دعيتيهم؟ طبعاً دعيتهم. لأنه مو حلوة، أنا مرتك حاملة اسمك، كل يوم انعزم على مطعم شكل، وكل يوم أقعد على سفرة أحلى من الثانية، وآخر شي أضربها طناش، إيش قالوا لك عني شرشوحة ولا ما بفهم بالأصول؟ لا سلامتك، بس صدقيني يا دارين أنا مو معي مصاري بهالأيام ومو معي على قلبي. لك ليكو التاني شلون بيحكي؟ يعني هلا افطور واحد رح يكسرك؟ مو مسألة يكسرني، بس انا منين بدي اجيب هالمبلغ؟ روح اختلس يعني؟ اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ تف من تمك تف. انا ما بتفشك حبيبي الا على اللقمة الحلال، ولو ما صارت فطورات المطاعم من اولويات الحياة ما كنت جبت لك سيرة بنوب صدقني. بس يعني اللي بده يعاشر الناس بده يسايرهم، ولا شو رأيك انت؟ على عيني، بس صدقني يا دارين انا ما في بجيبي هلا الا مصاري العالم حق بضايع اخذها منهم وبايعها، وانا لازم ارد لهم اياها بعد فتره. عظيم كثير، اصبح طالما المصاري بجيبتك قوم اعطيني اياهم لحتى نحل امورنا، يعني وانا واثقه انه التجار رح يعطوك وقت لحتى ترجعهم. ايه قليله انت شو بتعطي وقت للعالم لحتى يرجعوا لك مصاريك؟ ولا بس نحن لازم نكون جدبان ماجد؟ بس بخاف يا دارين اذا ما. حبيبي الدنيا كلها ماشيه هيك، وكله عم يصرف مصاري، وكله مادد رجليه اطول من الحافه، لا مو بس هيك الحاف صاير شورت تقريبا. ما بعرف شو بدي اقول لك.
هلا لا بتقلي ولا بقلك، قوم هات المصاري من جوا وخلي وشنا ابيض قدام العالم. الله يخليكم. تكرمي. هلا بقوم بعطيك اياهم. ايه هيك ها؟ الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا رب. صدقني يا ماجد، انا ما بحب اتفشك الا على الحلال، وبكره بس الله يرزقك حبيبي بترد المصاري وحبة مسك فوق منهم كمان. ان شاء الله دايمه يا داري، ان شاء الله الف صحه وهنا. صراحه يا هيك فطور يا بلا، شفتي لي بلا شو كان طيب يا ستي؟ انا امبارحه بالليل اتصلت هون بالمطعم ووصيتهم، لو ما هيك يمكن ما كانوا اعتنوا كل هالاعتناء. يلا باي دارين، اجا جوزي ماهر. تعي نور لوصلك. مرحبا دارين. اهلين ماجد، خير؟ يعني شو جابك لهون؟ شفت حالي جنب المطعم قلت بمرق باخذك بطريقي. طيب ماشي، يلا بخاطركم. باي. حاكوني. ايه معقولة تعصب علي كل هالآن؟ وما أحلامي وماني معصبة، شو جنيت لحتى تروح تاخذني؟ هدف وماني معزب حالي وراي؟ ايه كتر خيرك والله، بس ما بيصير تروح بالسيارة الهفتاني. هلأ صارت سيارتنا هفتاني بنظرك، ما شاء الله عليها، ما فيها ولا عيب. بعدين انتي أكتر واحدة بتعرف قديش أنا بحبها. لكن بتحبها بحكم العشرة، لأنه إلا عندك 20 سنة. روح حبيبي روح، روح شوف رفقاتي لك أفقر وحدة من بيناتهم عندها سيارة نملة موديل 2004. ها؟ وبنمدي جيب لك أنا نملة يا بعدي؟ مالي غير إسراء بنص الليل من قدام شيفيلا. هلأ لا تقعد تمزح معي هيك مزح، مو حلو بنوب. لأنه بعدين من قال لك إنه أنا بدي سيارة غالية؟ أنا مستعدة أركب أرخص سيارة موجودة بالسوق، بس على شرط تكون موديل سنتا. يعني هلأ أنت إذا بتبيع سيارتك وبتحط فوق حقها 400-500 ألف ليرة بتاخد أحلى سيارة جديدة. بقى لا تقعد تقلي بدي أسرة وأمرة وتفور لي دمي، بعدين عندك 100 طريقة للحلال. معك حق، أصلا أنت دائما بتدفشيني على الحلال دفش، وما بخفيكي أنا من زمان جاي على بالي أركب سيارة حديثة. شفت ما أحسنك يا ماجد. خلص ولك تكرم عينيك، اتركيني على مهلي خليني اعرف زبط لك هالموضوع. ولك تسلم لي عينك يا ماجد، ما احلاك انت ورايق وعم تفهمني. انا عيني غيرت ثيابي وراجع ماشي. اي روش روش. عرفان؟ عرفان؟ شو القصة معك؟ شو صاير؟ ما بعرف شو صاير بالسيارة، ما عم تشتغل. سبحان ربي اللي تاب علي من السيارات العتيقة كلياتها. الحمد لله الله ريحني منهم واشتريت سيارة موديل سنتا طخ. يا سيدي الله يهنيك فيها. يا أخي حط لك 300-400 ألف ورقة فوق اللي معك واشتري سيارة جديدة وتهنى بأيامك. والله الكيس يا ماجد ما بقيان فيه ولا فرنك. بقى شو رأيك تدفع لي 400 ألف منك حق البضاعة اللي وردت لك إياها لمحلك من السنة الماضية؟ بركي بتسهل لي أمري. والله معك حق، بس شوفت عينك السوق دائر وما في حركة، وأنا مو بدل سيارتي وجبت واحدة جديدة، بقى هيك شوي متضايق. أنت مهلني كم شهر وتكرم عينك بيرجعوا لك وفوقهم حبة مسك. إلا كان تعال تهوش معي. تعال. لا حبيبي لا، لا تبعت لي بضاعة إيطالية، أنا مالي مصلحة بالإيطالي منو؟ لك يا عمري، نحن قلدنا البضاعة الإيطالية ببضاعة وطنية وطلعت أحسن منها بكتير. بعرف يا سيدي بالمنظر بس وقبل الغسيل كمان إذا بدك. إيه بس يعني عدم المؤاخذة، اسمعني شوي، نحن البضاعة الإيطالية بتوقف علي أغلى من الوطني ب100 ألف ليرة. أنا هذا الموسم قررت أشتغل بالبضاعة الوطنية وبس، ما بدي إيطالي. بعدين تعال إلا خلي هالناس تلبس وتتبحتر يا أخي. إيه خلاص اعتمدنا، ممنونك أنا، يعطيك ألف عافية. قال إيطالي قال. تعرف ماجد أنا طول النهار وعم دور على روضة لتوتي وما كنت لاقي. الله وكيلك كل الروضات عدماني. ها
روضة لتوتي؟ لبنتنا؟ بس يا حبيبتي يا عيوني بنتنا ما صار عمرها سنتين لسا. ايه انا مشان هيك تعذبت لانه ما حدا عم بيقبل بالاعمار الصغيرة ابدا. لا تحاول، ما في مجال بنوب. ايه بس انا لهلا ما سمعت انه ابن سنتين بيروح الروضة. هالسمعة ما سمعتها منه؟ إلا اسمع حبيبي اسمع، لأنه بهالأيام ما حدا عم بيترك لا ابنه ولا بنته بالبيت لبعد السنتين. وبعدين أنا كل ما بدي روح مشوار عم باكل همه كتير، وعند اللفاية ما بتنترك. إيه وشو المعنى؟ المعنى أنه بالروضة في ألعاب وتسالي ذكية كتير، وألعاب بترفع الآي كيو عند البيبي. وشو هذا الآي كيو بالله؟ يعني مستوى الذكاء حبيبي. إيه بس الولد بهالعمر إذا بيروح على الروضة بيروح بلاوت أمراض وبيرجع. تماما، هالحكي اللي عم تحكي كتير مزبوط. لهيك يا ماجد انا نقيت لتوتي روضة بالصف ما فيها غير 5 ولاد. يعني بتجنن ماجد، بتجنن، بتاخد العقل، بيحاكون انجليزي وبيعتنوا فيهم اكتر ما نحن نعتني فيهم بالبيت. بس يعني قصة غالي شوي. امري لله. قديش يعني 10,000 او 100,000؟ طبعا هذا المبلغ قصة السنة كلها ومع الباص كمان. كتر خيرهم والله. 110,000 ليرة قصة مدرسة مع باص لبنت عمرها سنتين؟ مو كتير، مو كتير منو؟ هلا عم تحكي جد ولا عم تتمقلص؟ انا عم اقول يا لك انا مشيت لحفيت لحتى لقيت روضة تقبلها هي وحفوظتها. ايه انا مشان 100,000 ليرة بقبلها مو هي وحفوظتها وبس، بقبلها هي وحفوظتها واللي فيها كمان. هلا انا عم بحكي مثل الناس، لا تنغي متنقير. على عيني رح نحكي مثل العالم. وهذا الاي كيو تبعك ما قال لك منين بده يدبرنا ال 100,000 ليرة هالمره؟ ها لاقول لك بقى حبيبي، هلا انت قبل شوي ما قلت بعظمة لسانك انه البضاعه السوريه عم تطلع احسن من البضاعه الايطاليه وعم تشتريها ارخص ب 100,000. شو قصدك؟ يعني أنا فكري ليش ما بتحط على الملابس أتيكيتة مكتوب عليها ميد إن إيطالي وبتبيعها أزود ب100,000؟ أعوذ بالله يا دارين، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ بدك ياني غش؟ سبحان الذي خلقك شو حكيك دش؟ أنا بدي إياك تغش، بس أنت كنت قبل شوي عم بتقول إنه البضاعة الوطنية أحسن من الإيطالية، ومن هون خطرت لي الفكرة، يعني كل الشغلة حلال بحلال. قلتك حلال بحلال، أنا غشات؟ اصلا انت ما بتدفشيني الا على الحلال، لانه اهلك وانت صغيره اخذينك ومسجلينك بروضه رافعين لك الاي كيو تبعك فيها. اي خلاص خلاص ولا يهمك، اكيد على الموعد رح كون. الله معك حبيبي ماجي. بدي اقول لك شغله بس لا تزعل مني الله يخليك. يعني انت ما بتشوف انه نحن صار لازمنا سائق للسياره؟ لانه انا لما عم روح لحالي حبيبي. حبيبتي انت برايك مو صار لازمني مره جديده آدمية وما لها طلبات؟ ولحسن الحظ انا لقيتها وكتبت كتابي عليها وليك وصك الزواج. قلت لحالي خليني خبرك احسن ما تدري من الغريب. شو قست علي انا يا ظالم؟ ليش يا ماجد؟ مو حرام عليك؟ مو حرام عليك يا ظالم؟ ولك حبيبتي ليش حكيت كله داش؟ قال حرام، قال هذا حرام، هذا هو الحلال بعينه، وانت دفشيني عليه بايدي. مو انت دائما بتدفشيني على الحلال دفش؟ مو هيك؟